بتبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل المسطور ضحايا حلال بمشهد فلاش باك بيرجعنا لقبل 9 سنوات في الرياض. المشهد بيكون عبارة عن عزة ستات في أحد البيوت. أم نورة بتخش البيت دوت، الستات اللي قاعدين بيقعدوا يناموا عليها، بيقولوا هي مش هي دي سامية؟ أيوة والله ده هي. وإيه اللي رجعها؟ دي بقى لها سنين محدش يعرف عنها حاجة. شوفي لابسة إيه؟ ولا كأنها جاية عزة. واحدة تانية تقول أنا سمعت إنها اتجوزت شهر واحد بس، وواحدة تانية تقول لهم أنا سمعت إن عندها فلوس متلتلة ملهاش لأول ولا آخر. البيت ده بيطلع بيت أهل أم نورة. سامية اللي هي أم نورة بتطلع على فوق على أوضة أمها. أمها بتكون ست كبيرة وقاعدة على كرسي بعجل. أمها لما بتدخل عليها ما بتعبرهاش بكلمة. أم نورة بتقول لها أنا مش جاي أعزيكي، أنا بس جاي أخد سحر وأمشي. فاطمة راحت خلاص يا أمي، راحت اللي كنت بتحبيها وبتفضليها عليا، أنا مش قلتلك الدنيا دوارة يا أمي؟ في اللحظة دي سحر بتظهر وبتقول لجدتها عايزة حاجة. جدتي سحر كانت في الوقت دوت لسه عيلة صغيرة عندها حوالي 13-14 سنة. أما أم نورة بتشوفها بتقول لها يلا روح جهزي شنطتك عشان هتيجي تعيشي معايا. وبكده عرفنا قصة سحر وإيه اللي وداها عند أم نورة. بنخلص الفلاش باك ونرجع للوقت الحاضر، غرفة بدر وسحر. بدر بيسألها بيقول لها أنت عمرك حبيتي قبل كده؟ بيلاقيها بتسكت. طب بيقول لها بقولك طب اتجوزتي كم مرة قبل؟ فبيلاقيها اتحرجت بيقولها طب خلاص. سحر بتقوله مش مهم كم مرة، المهم عندي المرة الأولى لأن هي كانت أبشع مرة. بيقولها ليه إيه اللي حصل؟ بتقوله كان عمري يدوب 14 سنة، خالتي ما صبرتش عليا وهو كان عمره حوالي 50 وأنا كنت لسه عيلة صغيرة ولا أفهم أي حاجة في أي حاجة. بيسكتها بدر ويقولها ما تكمليش ويقولها اعتبريني أول واحد. بتقوله لأ انا بتمنى ان انت تكون اخر واحد. بيقول لها مش عاوزك تتعلقي بيا. وترد عليه سحر وتقول له الموضوع ده مش في ايدي ولا في ايدك ولا نقدر نكرر. بدر بيقول لها انت عارفة ان انا قبل ما اعرفك كنت بطلت احلم، لان واحد زي ما يعرفش اذا انا ممكن يصحى ولا لا، لكن من يوم ما عرفتك وانا بحلم حلم واحد بس، ازاي اطلعك من هنا؟ بنرجع لغرفة نريمان وسلطان. نريمان غيرت لبسها ولبست قميص نوم. سلطان بيبقى واقف وراها وبيلبسها حقد دهب وبيسألها عجبك؟ له ايوه ده جميل قوي بس مش هقدر اخده معايا. بيقول لها خليه في الاوضه. بتقول له ما ينفعش، ام نوره بتخليناش نقفل الاوضه. بيقول لها انا ام نوره دي من ساعه ما شفتها وانا ما بطيقهاش. بتقول له خلاص هبقى اخبيه عندي شوق. بنروح بعد كده لنريمان بعد ما الشيخ سلطان فيش معاها الهوامش، بتنام في السرير. هو بيقوم بيغير هدومه وبيقعد يحسس على شعرها وبيسيب لها هديه تليفون ايفون على الكومودينو. بعد ما بتصحى بتاخد فلوسها من ام نوره وبتخبي التليفون في الكومودينو بتاع التسريح. بتاخد ليموزين بعد كده وترجع على بيت اهلها. نريمان اول ما بتدخل على امها الشقه امها بتزعق فيها وتقعد تقول لها انت ايه اللي خارج ده كله وما ترديش على تليفوناتي ليه؟ نريمان بتقول لها بيمنعونا ان احنا نرد على التليفونات اثناء الشغل. امها بتقول لها بقولك ايه انا اعصابي تعبت ومش هينفع اكدب على ابوك كل شويه لما يتصل يسال عليكي وانت بره. بتشخط في امها وتقول لها بقولك ايه انا خلاص بشتغل، عاوزه تقولي له على الحقيقه قولي له، عاوزه تكملي كدب عليه راحتك، وبعد اذنك بقى سيبيني دلوقتي عشان راجعة تعبانة وعايزة انام. بنرجع بعد كده لغرفة بدر وسحر. كان قبل ما يجيلها لسه واخد جرعة الكيماوي وهو قاعد معاها بيدردش بيحس بتعب وبيخش يرجع الكل اللي ببطنه في الحمام. بعد ما بيرتاح بيقعد على ارض الحمام ويقول لها غنيلي. بتغنيله وتقوله ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيتك ما نسيتك، كانت اصعد لحظة عندي يا حبيبي من لقيتك، انت روحي وياه يقدر ينسى روحه، انت سري شلون للعالم ابوحه ما نسيتك يا حبي ما نسي. بنروح بعد كده لبدر وسحر. بدر بيعمل مفاجأة لسحر ويحتفل بعيد ميلادها مع باقي البنات اللي في بيت ام نورة. المشهد التالي بيكون غرفة بدر في بيت اهله. اخوه بيقول له ممكن اعرف السبب اللي خلاك ما تروحش تاخد الجرعة بتاعتك؟ بدر بيقول له مش محتاج اخدها خلاص انا بقيت احسن. ومين بقى اللي قرر لك ده؟ بدر بيقول له انا. بعد كده بدر بيكمل ويقول له سيبك بقى يا عبد الله من الكلام ده دلوقتي، انا عايز اقول لك حاجه، انا قررت اتجوز سحر. عبد الله بيقول له طب ما انت يا ابني متجوزها، ايه الجديد يعني؟ بدر بيقول له لا انا عاوز اجيبها تعيش معايا هنا في البيت، جواز بالعلن حقيقي ورسمي. عبد الله يشخط فيه ويقول له بقول لك ايه يا بدر، انا ما وديتكش البيت ده علشان تقول لي عايز اتجوز واحده منهم، واحده زي دي ما ينفعش ادخلها بيتنا يا بدر، انت عارف هي نابت مع كام واحد قبلك؟ بدر بيقول له ما انت عارف ان هي كده من الاول، خليتنا اتجوزها ليه؟ بدر يكمل ويقول له اذا كنت مقتنع اللي حصل بيني وبينها دوت مش جواز ومش حلال قول لي. عبد الله يقول له جواز وحلال، بس اللي بيروح بيت زي دوت ما بيروحش عشان يختار شريكه حياه او علشان يجيب واحده يجيب منها عيال، ما تخلينيش هندم يا بدر اني وديتك هناك. بدر يقول له تندم ما تندمش براحتك، سحر دي مراتي وهعيش معاها الايام اللي فاضله من عمري قدام الناس.
المشهد التالي ملك وبنتها غلا بيخرجوا مع سحر وشوق ويروحوا المول. ملك بتقف تنقل بنتها فستان، غلا بتروح تجيب شنطة وتقول لها هاتيلي الشنطة دي كمان يا ماما. ملك بتقول لها رجعيها مكانها، معيش فلوس غير للفستان بس. شوق بتقول لملك ليه كده كسرت بخاطر البنت، ما تبقيش بخيلة. ملك بتقول لها لو سمحت ما تتدخليش بيني وبين بنتي، روحي شوفي سحر بتعمل ايه. شوق بتروح ورا سحر، بتلاقيها بتنقي ساعة غالية البدر قيمتها 1500 ريال. فشوق بتقول لها هو بدر اداكي فلوس؟ بتقول لها لا، ده انا هشتريها له من فلوس. شوق بتقول لها انت يا بنتي مجنونة، المفروض هو اللي يجيبلك مش انت اللي تجيبيله. وتقول للبنت خلاص ما تلفيهاش يلا نمشي. سحر تقول لها والله ما انا ماشيه غير لما اشتريها، دي اول مره بحس اني بقدم حاجه ليها قيمه لحد تاني غير جسمي، اول مره احس ان في شخص محتاجني جنبه مش محتاج جسمي بس. شكلك حبيتيه يا سحر. ايوه حبيته، ايه المشكله يعني؟ واحب اقولك اني مش بس بحبه، انا بعشقه، وهو الوحيد اللي عرفت معاه معنى كلمه بحب، وهشتري له الساعه وانا متاكده ان هو يستاهلها. سحر بعد كده بتدي الساعه لشوق علشان خالتها ام نوره بتفتش البنات وهم راجعين من بره، ولو لقت معاهم حاجه بتاخدها، والوحيده اللي بتثق فيها ام نوره ومش بتفتشها هي شوق. المشهد التالي بيكون بيت ام نوره ليلا، بعد ما بيخلصوا فسحتهم بيرجعوا على البيت. ام نوره بتكون في استقبالهم عند الباب، ما بتوجهش كلامها غير لسحر، بتقول لها ما تقلعيش عبايتك وتعالي ورايا. بتدخلها على غرفة الاستقبال وتقفل وراها الباب. سحر بتكون مذهولة ومش عارفة في ايه. لما بتدخل بتلاقي بدر واخوه واتنين شهود وابو بندر. سحر بتبص لبدر يمكن ينطق ويقول لها في ايه، لكن ما بيقولش ولا كلمة. بعد كده اخوه عبدالله بينطق ويقول يا ابو بندر احنا مجتمعين اليوم علشان ننهي الموضوع. ابو بندر يرد عليه ويقول له اللي تشوفه يا ابني، الشرع بيقول اما امساك بمعروف او تسريح باحسان. ام نوره بعد كده بتوطي على سحر وتقول لها انت طاهره؟ سحر بتقول لها ايوه. ام نوره بعد كده بتبلغ ابو بندر. ابو بندر يروح قايل اذا يقع الطلاق بمجرد النطق بيه. بدر بيسكت فتره ويبص في الارض وبعدين يرجع يقول بصعوبه وهو باصص لسحر انت طالق. بعد كده ام نوره بتمسك العود في ايديها وبتقول لهم العود اهي زي ما اتفقنا في حاله الطلاق اننا نحرقها، ودينا هنحرقها قدامكم. وتنتهي الحلقه. الروابط للحلقات التالية هتظهر لك في نهاية الفيديو، ولو ما ظهرت لكش أنا حاطط نسخة منها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع أصحابك، ولو كومنت حلو صغير كده هكون شاكر ليك جداً.